هذه الساحة التي ترفع صوت الحق عاليا لتوصل لاسم كل السوريين ما يريدونه السوريين، دولة الحق والقانون والمواطنة والعدالة. حول ما يجري من استهدافات على الأراضي السورية، نحن نعرف ماذا جلبت لنا ويلات الميليشيات الطائفية في لبنان وفي سوريا. هذه الميليشيات التي يمتد أذاها إلى الأراضي السورية، حيث يقوم طيران الإسرائيلي باستهداف الأراضي السورية بأماكن تواجد هذه الميليشيات، ونظراً لغض الطرف من قبل النظام السوري على تواجدها. وقد يتساءل الكثيرين، ما سبب عدم رد النظام على هذه الخروقات؟ نقولها بالفم الملآن، النظام أفرغ كل حمولته على شعبه السوري أثناء 14 عاماً ولم يترك شيئاً ليرد به على الآخرين. لقد جند هذا الترسانة من السلاح لحماية كرسي عرش في سبيل أن يبقى ولن يرد، ليس الآن ولا بعد الآن لن يرد على الخروقات. ونتمنى السلام لكل شعوب المنطقة، ونحن من هنا من ساحة الكرامة نقول لكم، ثقافتنا هي ثقافة الحياة وليست ثقافة الموت، ونتمنى السلام للشعب اللبناني جميعا. لا شك من المعروف أن إيران لم تكن يوما من الأيام صديقة للعرب أو للسوريين أو لأي دولة عربية. لقد استعملت إسرائيل واستفادت من حزب الله الذي هي قامت بتشكيله ببداية الثمانينات تقريبا. استعملت حزب الله للقضاء على كافة على قوى الدول المحيطة بها، واستنزفت كامل قواها إلى أن نفذت مشروعها الاستيطاني بفلسطين ومن ثم الجولان في القديم. وأما الآن فهي لا تريد أي دولة ذات قوة بجوارها. إسرائيل لم تعد بحاجة إلى عناصر حزب الله وميليشيات الإيرانية بالمنطقة، فتم استهدافهم. وقدمت إيران لإسرائيل حزب الله وميليشياتها على طبق من ذهب. أما بالنسبة لعدم رد الحكومة السورية أو السلطة السورية على الضربات الإسرائيلية، فمن المعروف بأن منذ القدم لم يكن هناك رد على إسرائيل حتى من السبعينات، وكانت كلها سيناريوهات. أما الآن فهو تواطؤ كامل من نظام بشار الأسد مع إسرائيل. إسرائيل وإيران هما عدوان، لا إيران صديقة للشعب السوري ولا للبناني ولا للشعب العراقي، ولا إسرائيل صديقة لأي مكون عربي أو شعب من شعوب الدول العربية. فمن الطبيعي أن يبيع بشار الأسد كما باع في البدايات لكي يبقى على كرسيه، فهو مستعد أن يقدم تنازلات ويبيع كافة الأراضي السورية إلى حتى أن يبقى على هذا الكرسي.